السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم على قناه كوزين فاميلي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الشهيوات اللي وجدت هذا النهار. غادي نشوفوا ان شاء الله لي بيسكوي اللي وجدت باش يديهم معاه ولدي للمدرسه، وغنشوفوا كذلك وجبه عشاء اللي وجدتها بسيطه وسهله وسريعه، ومربى اللي وجدت بدون سكر، حتى هو وجدت منه كمية كبيرة باش غنديه ان شاء الله لولدي. نتمنى ان شاء الله فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبسم الله على بركة الله تفضلوا معايا باش تشوفوا تفاصيل الفيديو. بسم الله على بركة الله. اول حاجة غنبدأ بوجبة ديال هي وجبة عشاء بكري، يعني بكري وجبة واحدة اللي غادا نوجد هذا النهار. فعندي واحد نص كيلو ديال الروز. بالنسبه للصلصه اللي غنستعمل هي اللي تشاركت معكم فاش وجدت يعني في الفيديو السابق، نفس الصلصه، يعني فيها صلصه الطماطم وفيها القرعه الحمراء صافي. وكنزيد الماء. بالنسبه للروز راني كنت مرقداه واحد ساعتين قبل، ملي كنت كنزيد الماء ونتفكر بان البنات كيبغيوني نوريهم لومبالاج، هو هذا اللي كان هذا اللي استعملت هذا النهار ديال الرز، يعني داك اللي كيكون طويل ماشي بسمتي. كنزيد هنا واحد المعلقه ديال الثومه، وكنزيد كميه من القزبر، كان عندي غير القزبر مقطع، وغادا نزيد الفلفله حمراء حلوه، كيف قلت لكم راه الصلصه كتبقى زوينه في الثلاجه كتبقى مزيانه. وهنا كنزيد الملحه، ان الروز كاي يشرب الملحه. وزدت واحد المعلقه ديال الزنجبيل وشويه ديال الكركم باش كيعطي واحد اللون، يعني كيكون واحد اللون برتقالي، الروز كيجي بحال اللون ديالو برتقالي. وكنزيد شويه ديال الهريسه، كنخلط مزيان وعلى نار هادئه غادي نديرو يطيب. هنا هاد الفليفلات هادو غير يعني اما كديرهم طريين اما اللي بغيتو، يعني ماشي ضروريين في الوصفه، ولكن كيعطي واحد المذاق زوين بزاف بحال فيمي، كيعطي واحد المذاق غزال. الريحه ديال هاد الطبق هادي كتكون غزاله بزاف بزاف بزاف. مهم هو طبق خفيف وسريع في التحضير، يعني بسرعه كتوجدوه ولذيذ بزاف. هنا غادا ندير شرموله ديال الحوت، اي حوت بغيتو ممكن تستعملوه غير يكون حوت ابيض. عندي هنا القزبر مقطع، وعندي الثومه تقريبا درت ملعقتين يعني صغارين، شويه ديال الزنجبيل. بالنسبه للتوابل ما غنديرش بزاف، كيف شفتوا راه غير شويه، المعلقه راه غير صغيره، راه قل من معلقه يعني صغيره ديال القهوه، يعني شويه شويه من الحاجه، شويه ديال الفلفله حلوه، شويه ديال الكركم، يعني العطريه العاديه، والملحه. وهنا عندي واحد الخليط ما بين القزبر والكمون، يلاه تقاد يعني كنطحن واحد الكميه اللي كدي ليا هكذا يومين ولا 3 ايام، وزدت شويه ديال الحامض صافي. كنخلط الشرموله وغادا نشرمل. عندي انا الميرنا منقيه، انتما اي حوت بغيتو يعني يكون، يعني هاد الشرموله هادي شويه خفيفه، يعني من الاحسن يكون حوت اللي ما يكونش مجهد. صافي دائما كنطيبوا الروز هو الاول عاد كنزيدوا ليه، لان الحوت الابيض دغيا تيطيب، خاصه الميرنا كتنشف يعني ما تتبغيش بزاف الطيب، يعني حتى كيطيب الروز تقريبا. عاد كنلويهم وكننزلهم هكذا، والا عندكم الزيتون مقطع ممكن تعمروهم بالزيت الزيتون المقطع صافي. وغدا نستفهم هو باقي كيطيب الروز، من بعد غدا نعاود نرجعوه على النار، ولكن غدا نقص النار يعني نخلي على خاطرو، يعني حتى كتبغوا تنزلو عاد كديروا هاد عاد كتزيدوا الحوت، هكذا كيبقى لكم الميرنا كتبقى رطبه وكتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف، يعني كتبقى رطيبه. وملي كطفيو عليه، ملي كطفيو على الطبق دائما الروز ما كيبغيش يتقدم ديك الساعات، يعني كنخليوه واحد 10 دقائق كيشرب مزيان عاد تنقدموه صافي. غادا ندوز واحد نوجد غير سلطه بسيطه جدا، فيها غير مطيشه وفيها البصله، وغادا نستعمل الخضر المخلله، وكيف كتشوفوا غادي نزيد لها حامض لا حتى شي حاجه، لان يعني صافي راه ديك الخضر المخلله يعني كتحمض لينا السلطه. وكنزيد شويه ديال القزبر مقطع صافي، وكنسر بها هكذا كتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف. هاد الخضر المخلله راه شاركتها معكم.
صافي، كانت هذه هي وجبة، يعني ممكن نوجدوها حتى كوجبة غداء. يعني زدت هذوك لي كروفات من الفوق، هذيك غير إضافة، يعني كانوا عندي وزدتهم فقط. هنا كنرش واحد شوية ديال القزبر، وكنزيد شوية ديال زيت الزيتون من الفوق، وهذا الطبق جلديد بزاف بزاف بزاف، يعني راه باينين المكونات، لان القرعه كتماشى مع الكمون الى اخره، مع صلصه الطماطم. هاللون كيفاش قلت لكم، يعني تيجي مايل البرتقالي، كيجي بنين، جبنين بزاف. المهم غندوز باش غدا نوجد هاد الوصفات هادي بالذوق ديال ولادي. هنا عندي واحد تقريبا ثلاثة ديال الكيسان ديال الشوفان، رقائق الشوفان، وغدا نزيد هنا اللوز والكاوكاو مقطعين. هادو اللي باغ، هادو وجدتهم لولدي الصغير. فهنا زدت الخروب، هو اضافي في هذه الوصفه، ما مولفاش تنديرو، غير ولدي عجبو الخليط ما بين الشوكولات والخروب، قال لك يعطيو واحد المذاق زوين بجوج، فزدتهم. زدت ملعقتين ديال الخروب، وكنزيد حبيبات ديال الشوكولا. بالنسبه هاد الشوكولا هذا راه تنشريه الكيلو في المحل بيو. وهنا غدا نزيد زيت زوج جوز الهند، عفوا، الا ما كانش عندكم ممكن تعوضوه بالزبده، غير باش هاد لي باغ ما كيجيوش، يعني حيت هما الا درتو غير العسل غادي يجيو شويه قاصحين، يعني فاش كنديرو زيت جوز الهند كيقبطوا راسهم، وفي نفس الوقت تيجي ما بين القرمشه والرطوبه، يعني تيجيو صافي. وهنا كنزيد العسل. العسل انا درت 4 ديال المعالق بالضبط، يعني هاد الوصفه راه مضبوطه، 4 ديال المعالق ديال الميال داكاسيا. هاد العسل ديال لاكاسيا هو اللي كنبغي نستعمل في هاد الوصفات اللي كندير، خاصه ولدي صغير كيقبل المذاق ديالو. هنا درت ملعقتين ديال جوز الهند اللي كيبقى حتى هو غير اضافه، يعني كيزيد واحد البنه وواحد المذاق زوين. صافي، وكنخلط مزيان، كنلبسو ديك الرقائق الشوفان بالخليط ديال العسل العسل وجوز الهند. صافي، كنسرح هنا مزيان. واحد المساله مهمه، هنا ضروري كتضغطوا عليه مزيان 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 باش كيقبط راسو، وخاص ملي ندخلوه يطيب، ملي نخرجوه ما نستعملوش، يعني الا كنا زربانين نخليوه برد واحد شويه من بعد ندخلوه الثلاجة كيقبط راسو، عاد تقطعوه. ما خاصكمش تقطعوه هو سخون، الا قطعتوه هو سخون غيتفرتت ليكم. هانتوما شفتوا، انا دخلته واحد شويه للثلاجة عاد قطعته. صافي، دابا هانتوما انا شريت هاد البلاستيكات هادو باش يديهم فيهم، ندير لي وحيده ديهم فيهم. صافي، انا غنديرهم في البواطه ونحط البلاستيكات حداهم، وكل مره يجبد وحيده يديرها الى خلاهم. صافي، بالنسبه لوليدات صغار، انا حيت ولدي واخا كنقول صغير كبير شويه، الكبير هو الله. مهم، بالنسبه اللي كان عندكم وليدات صغار قطعوهم على زوج احسن، لان كبارين بزاف الا درتو نفس القياس ديالي انا. غدا ندوز نوجد واحد المربى، مربى ديال هاد المربى هذا زوين بزاف، كيعجبنا كاملين. المهم هذا الصراحه ان شاء الله غدا نديه لولدي الكبير باذن الله. عندي تقريبا 3 كيلو ديال البرقوق، يعني كي هاد الوقيته عاد كيكون عندنا حنا، عاد كيبان هنايا فرنسا برقوق يعني طري، ومن بعد كنزيد عليه واحد نص كيلو ديال البرقوق مجفف، وهذاك هو اللي تيحلي، ما تندير لا سكر لا والو، كيجي لذيذ بزاف بزاف. بالنسبه وريتكم القراعي الله خديتهم، لان غادي نديهم. فهانتوما كيف شفتوا، كنخليه يطيب على نار هادئه، هذا هو السر، كيبغي يطيب على نار هادئه، ومن بعد تتنشفوه، خاصو ما يكونش فيه الماء. انا ما درتش فيه الماء تمام بالمره، يعني كنخلي عير كينشف شويه من السوائل اللي فيه. بالنسبه للقراعي، بما ان اول مره غنستعملهم فغسلتهم بالصابون، انا كنستعمل غير الصابون ديال مارسي، غسلتهم مزيان، من بعد درت ليهم الخل، من بعد درت ليهم من بعد كنغليو يعني الماء، من الاحسن يكون 100 درجه او يفوت 100 درجه. المهم تاخذوا شي طنجره وديروا فيها الماء مغليان، وكتحطوا فيها دوك القراعي، راه هادو كيتحملوا، هاد القراعي اللي كيكونوا خاصين بالمربى راه كيتحملوا. صافي، وكنديرهم في القريعات، وهما سخان، المربى سخون، وكنقلب دوك القريعات.
كنخليهم حتى كيبردوا. انا كنحتفظ بهم في الثلاجه لان هذاك المربى ما فيش السكر. هنايا كنوريكم بالنسبه للاخوات اللي ما بغاوش يستعملوا رقائق الشوفان، فممكن تشريوا هاد الرقائق ديال الساقل او رقائق ديال السغازا الا بغيتوا، يعني الا ما بغيتوش رقائق ديال الشوفان. انا رقائق ديال الشوفان كل واحد شنو تيقول عليهم. بالنسبه هنايا الشوفان انا كناخذو بيو من بعد، مهم كتبقى مساله يعني كل واحد باش مقتنع. فبالنسبه لهنايا غادي ندير واحد البسكويت اللي غنقسمو على زوج، غادي ندير النص فيه شكلاط والنص غادي نخليه بلا شكلاط. فغادي ندير هنا 4 ديال يعني الشكلاط غير بودره ديال الكاكاو، 4 ديال الكيسان ديال الشوفان. انا زدت فيهم القرقع. بالنسبه للمكسرات كتستعملوا المكسرات اللي بغيتو، وكي شفتوا راه من قبل يعني التمر قطعته رقيق وزدت عليه كاس ديال الماء طحنته، هو اللي غادي نجمع به ان شاء الله هذا الخليط هذا. بالنسبه لهنا راه تقدروا ديروا اي حبوب بغيتوا اللي بغيتوا، تقدروا تزيدوا حتى زريعه القرعه زرع. هذه كتبقى اختياريه. انا زدت هنا واحد ملعقتين ديال زبده الكاوكاو يعني فول سوداني، ملعقتين اللي كتبقى اختياريه، كتزيد واحد المذاق زوين كتماشى مع التمر. وهنا راني طحنت الزنجبيل مع القرفه، درتهم جوج لان كيجيو زوينين مع التمر. ممكن تزيدوا حتى شويه القرنفل الا بغيتوا، بالنسبه اللي مولف نكهه القرنفل في التمر. صافي. والخليطه ديال بالنسبه للتمر عندي تقريبا 250 غرام اللي زدت عليها كاس ديال الماء وطحنتها بها، وهي اللي غادي نجمع هذا البسكوي هذا. هذا البسكوي هذا كيجي في الجنيبات ديالو مقرمش، وفي الوسط ديالو كيجي رطب، يعني هذا راه ما كيجيش مقرمش 100% باش تكون المسائل واضحه. هنا زدت واحد ملعقتين ديال زيت جوز الهند اللي ممكن تعوضوها بالزبده الا بغيتو. صافي. وكنبدا نكون كويرات. وبالنسبه للطريقه ديال الطهي كنقص درجه الحراره، يعني انا كنطيبوه على 130، ما كنكثرش بزاف لان فيه التمر دغيا تيتحمر. وبالنسبه للبسكوي الاخر ما بقيتش عاقله واش قلت لكم الطريقه ديال الطهي، بنفس الطريقه تندير 140 تقريبا 140 درجه، وكنشعل الفران من الفوق ومن التحت. انا ديما كان بحال هادشي تندير الفرفاره، يعني كنشغل المروحه. يعني البسكوي الاول كندير 140 وهذا كندير 130، لان الا جربت نطيبه في 160 او 150 دغيا تيتحمر. هكذا كيطيب مزيان من الداخل. وكي هنا النصف الكميه اللي بقات لي زدت ليها غير معلقه ديال الكاكاو وكنخلط، وغادي نديرو غير على شكل دوائر كيف كتشوفوا. حتى هو نفس الشيء، دخلته الفران شعلته من تحت ومن الفوق 130، كياخذوا شويه ديال الوقت تقريبا 30 دقيقه وصافي. ممكن تحتفظوا بهم مده طويله. هادو كيبقاو خارج الثلاجه، ما كنحتفظوش بهم في الثلاجه لان كيتبخروا، كيتبخر داك السوائل اللي كاينه في التمر وكيبقى لينا مده طويله، خاصه اننا كنقصوا درجه الحراره وكنخليوه يطيب على خاطرو. صافي. ودابا غدا نحتفظ بهاد هادشي اللي وجدت في هكا في علب ديال الزاج. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.